أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. افتتح سعارة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، افتتح فعاليات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ينظمها المجلس وبنك البحرين الإسلامي. وتهدف هذه الفعالية لتقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسات عن طريق توفير خدمات مالية مبسطة، بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة عن طريق الشركاء الاستراتيجيين للبنك. وخلال الافتتاح أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاد الوطني، وأضاف أن العمل لا يزال مستمرا لتوسيع نطاق التمويل الموجه لهذه المؤسسات وزيادة محفظة القروض والتمويلات التابعة للبنوك المحلية. أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا عن ربح بلغ حوالي 17 مليون و300 ألف دينار خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة انخفاضا بلغ 64% على أساس سنوي. أما بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد أعلنت ألبا عن تحقيق ربح بلغ حوالي 94 مليون و600 ألف دينار، أي بانخفاض بلغ 75% على أساس سنوي. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخرا ملتقى أفضل الممارسات في التجارة الدولية بهدف تعريف ممثلي القطاع الخاص بأنظمة وقوانين إتمام الشراكات وطرق تمويل التجارة الدولية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة سوسن أبو الحسن عضو مجلس إدارة غرفة البحرين. مرحبا بك استاذة سوسن في النشرة الاقتصادية، وبداية ما أهمية ملتقى أفضل الممارسات في التجارة الدولية لأصحاب الأعمال البحرينية؟ في الحقيقة أن انعقاد ملتقى أفضل الممارسات في التجارة الدولية وبحضور ممثلين عن 19 سفارة وملحقية اقتصادية في المملكة يهدف إلى تعريف ممثلي القطاع الخاص بأهمية اتباع الأساليب الصحيحة والطرق المعتمدة اللي تحكمها القوانين الدولية والمنظمات العالمية لضمان سلامة التعاقدات التجارية وطرق التمويل لفتح آفاق جديدة للمجتمع التجاري المحلي لبلوغ الأسواق العالمية. لذلك حرصنا في هالملتقى باستضافة أصحاب الشأن في التجارة الدولية من التجار، مستوردين ومصدرين، قانونيين، مصارف، والجهات المساندة مثل غرفة التجارة الدولية وأكاديميين. نعم أستاذة، فيما يخص التحديات التي تواجه التجارة الدولية، كيف تسعى غرفة البحرين لتذليل العقبات أمام التاجر البحريني؟ غرفة البحرين تلعب دور بارز في تجنيب التاجر البحريني العديد من المخاطر في التجارة الدولية، حيث تقوم الغرفة بالتوعية المستمرة للتجار بالأساليب الصحيحة للتجارة الدولية. بالإضافة إلى قيامها بدورها بالتحقق من الوضع القانوني للشركات المحلية والأجنبية قبل البدء بأي اتفاقية تجارية. على سبيل المثال، تم التحقق من عدد 21 شركة محلية وأجنبية في العام الحالي 2023، وذلك لتوفير المعلومات الحقيقية حول هالشركات للأعضاء ليواصلوا في الإجراء الصحيح. كما أن الغرفة تحرص من خلال زياراتها الرسمية للدول المختلفة التعرف على القوانين والإجراءات اللي تساعد الشركات البحرينية في التوسع عالميا، بالأخص في الوقت الراهن مع العولمة أصبحت التجارة الدولية هي جزء رئيسي من معظم الاقتصادات، مع تواجد الابتكار والتحديات مثل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية اللي أصبح أمر حيوي. لذلك تسعى الغرفة
بتوعية الشارع البحريني بصورة مستمرة، بالإضافة للتعاون الدائم مع غرف التجارة في الدول المختلفة للتعرف على الإجراءات ومساندة التجار. بالتأكيد السيدة سوسن أبو الحسن عضو مجلس إدارة غرفة البحرين، شكرا جزيلا لك. اختتمت حملة صمم مستقبلك المنافسة السنوية لقطاع الأعمال في نسختها الثامنة، وتهدف المنافسة إلى تسليط الضوء على قطاع المال والأعمال في مملكة البحرين. وقد تأهل في هذه النسخة للجولة النهائية من المنافسة كل من APM Terminals وبنك البحرين الوطني وبنفت ومجموعة من الطلاب الجامعيين. وتهدف حملة صمم مستقبلك إلى تطوير مهارات الطلاب عن طريق إتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات في مثل هذه الفعاليات. شركة فينمار كوميونيكيشنز من 2011 لما جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية قمنا بهالفعالية بشكل مرح نسلط الضوء على القطاعات الناجحة في مملكة البحرين، نعطي الفرق الفرصة أن يكون في بينهم عمل الفريق الواحد لما يشتركون ضد فريق آخر. في نفس الوقت في كل حلقة من النسخة الأولى من 2011 نستضيف قصص نجاح في مملكة البحرين سواء كان كمواهب بحرينية أو كشركات ناجحة. شاركنا من بداية المسابقة مع مجموعة فينمارك من 2011، والأمانة شفنا كل سنة في اللي هو تقدم في نوعية المسابقات في الكواليتي مال العمل، وطبعا من أهم أهداف هاي المسابقة الأمانة التعرف على زملائنا في مجالنا اللي نشتغل فيه وكذلك في المجالات الأخرى. الحمد لله تم اختياري من ضمن مجموعة مشاركين أو متسابقين لاختيار العريف الأساسي لتقديم هذه المسابقة، واختاروني كعريف أساسي لمدة 4 ليالي متواجد هنا هذه الليلة الرابعة. طبعا لجنة التحكيم اللي اختارتني مكونة من أبرز المذيعين والمقدمين على مستوى مملكة البحرين. المسابقة هدفها أن تشيع روح التنافس الودي بين الشركات ورواد الأعمال. تم اختياري حق أني أكون عريفة في اليوم الأول واليوم الأخير في مسابقة رواد الأعمال لحملة صمم مستقبلك. كانت تجربة وايد جميلة طبعا، وأنا وايد مستانسة أن تم اختياري من قبل لجنة التحكيم ومن قبل شركة فينمارك كوميونيكيشن. نهاية الأخبار الاقتصادية، شكرا لكم على حسن المتابعة. النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة GFH المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول.